مستعدين لرحلة جديدة معنا؟ يلا وش تنتظرون؟ اربطوا الأحزمة، الإقلاع بعد قليل مع السياحة المذهلة. عينك على العالم عبر سناب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عميد عمر. اليوم نعمل تغطية حصرية لمدينة نابلس بفلسطين للسياحة المذهلة. مدينة نابلس هي واحد من أهم مدن فلسطين، تقع في شمال فلسطين. بنوها الكنعانيين قبل تقريبا 5600 سنة قبل الميلاد، واسمها بالكنعان شكيم. طبعا اليوم راح تكون تغطيتنا لهذه المدينة التاريخية، ويقدر عدد سكانها تقريبا 200,000، وإن شاء الله اليوم راح نصور أشهر مأكولات فيها وأفضل الأماكن فيها والأماكن الأثرية. مسجد النصر أحد أقدم وأعرق مساجد مدينة نابلس، بنى عمرو بن عبد العاص في القرن الخامس عشر هجري، ويقع في منتصف البلدة القديمة في مدينة نابلس. مسجد النصر واحد من أكبر مساجد مدينة نابلس، وهي صورة من الداخل له، وهلأ رح نصور صورة خارجية للمسجد. خان التجار واحد من أهم أشهر معالم مدينة نابلس التجارية، وزي ما الكل بيعرف إن مدينة نابلس تشرب مدينة الكنافة، وهلا رح نصور الكنافة النابلسية وأشهر المأكولات النابلسية. طبعا هاي كانت تغطية سريعة وشاملة لمدينة نابلس، وإذا حبيتون حبيت تغطياتي وإن شاء الله مستمر في التغطيات، تابعوني حسابي بسناب الجاي، وشكرا.